عودة كارتيرون للزمالك بعد ما هرب. لا انا رافض العودة دي تماما ومش قابلها ومش سعيد بيها ومش سعيد اكتر من الموقف الاول يعني الوقت الهروب نفسه. انا مش طايق هذا الشخص انه يعمل كده لان هو معمول عن عمد يعني وتعمدوا ارباك الفريق بالطرق اياها المعروفة يعني ان الفريق يتشتت وان المدرب يمشي ورئيس النادي يمشي. هل ده كل دي صدف؟ فطبعا انت جاي ترجع بعد ما لما خربت ملطة يعني. لا متشكرين يا سيدي. اتظلم طبعا يعني مش اتظلم كمان ده يعني دي مؤامرة واضحة يعني لأي حد. فجأة بقى مرتضى منصور ذو لسان صليط وفجأة بقى بيقول على الناس حاجات وحشة. لا ده طبعا موضوع متعمد لان الزمالك كان مؤهل لنهاية افريقيا وطبعا زي ما احنا عارفين المنافس عامل ازاي فمحدش هيستحمل الكلام ده انه الزمالك يفوز بالبطولة ويكتسح البطولات في 2020. فالمسائل كانت يعني واضحة.